قال سائل يقول: كنت أقود السيارة ومرت قطة أمامي ولم أستطع مفاداتها وماتت، فهل علي وزر أو دفع مال لله؟ ليس عليك شيء ما دام أنك ما تعمدت قتلها، فليس عليك شيء. أما إن كنت متعمد فعليك التوبة والاستغفار، لأنه لا يجوز قتلها بغير وهي غير موذية. ما يقتل إلا الموذي من القطط، أما اللي ما هو موذي ما يقتل. فإذا تعمدت قتلها فهذا حرام، تأثم، عليك التوبة والاستغفار. أما إذا كان ما تعمدت وهي التي فاجأت تحت السيارة دون قصد منك فليس عليك شيء. نعم.